إخواني أخواتي متابعي وعشاق قناة أبارتمو فاس، أهلا وسهلا بمن شاهد هذه القناة. إخواني أخواتي على بركة الله غادي ندخلوا الآن لواحد الشقة اللي كتواجد في طريق إيموزر، المساحة ديالها 127 متر اللي كتواجد في قلب التيتر، فينيسيو رائع الإخوان وكذلك الموقع جميل. بالنسبة لهذا الأبارتمو اللي كنتواجدوا فيها اللي كتواجد في الطابق الثالث، فيها لاسانسور، فيها الباركينغ ديال الطوموبيل، هي إير بليس 3، فيها ثلاثة ديال الجيران في كل طبقة، يعني في كل نيفو. المساحة ديالهم كتختلف ما بين 117 128 و127، كاين الطابق الأول وكاين الطابق الثاني وكاين الطابق الثالث. أما الدوفاصات اللي حنا كنتواجدوا فيها بقات فيها غير الطابق الثالث، والآخرين على واجهة واحدة. إخواني أخواتي دخلنا مباشرة تشاهدوا معايا هاد الصالونات الجميلين اللي جايين في الدخيلة ديال الباب الرئيسية، يعني بمجرد أننا كندخلوا لقلب الشقة كنلقاو صالونات مفتوحين أو صالون أو سيجور، كل واحد وكيف بغى يفتحهم أو سمحوا لي كيف ما بغى يفرشهم على طريقته الخاصة. ما شاء الله على هاد المقاول عطاها حقها من كل حاجة. كتشوفوا الفينيسيو الرائع ديال البلاتينية وكذلك ديال الرخام وكذلك ديال الخشب اللي هو الشين، وكذلك كتشوفوا المدخل الرئيسي من هاد النوعية ديال الباب ديال الطاليان، يعني مكتوبه فيه مود طاليان. اخواني اخواتي هذا هو الفينيسيو اللي تصلوا بنا العديد من الناس وكيبغيو هاد الديزاين وكذلك هاد الفينيسيو الرائع. شاهدتوا معنا هاد الصالونات جميلين، غادي تشاهدوا معايا الكوزينه اللي بمجرد اننا كندخلوا كتشوفوها اونكاستري، بلاصه ديال الثلاجه في بليستها وكذلك الماكينه ديال الماعن وكذلك الماكينه ديال الصابون، واللي بغى يخرج الماكينه ديال الصابون على برا يعني في لاكور سمحوا لي في البالكون، راه عندها خوتي البالكون، فيها لاهوط وفيها البلاك والسانيتير كامل داير على الدار، يعني الانسان اللي غادي يجي ياخذ غادي يسيق ويدخل حويجاته. دار مزيونه وكذلك الموقع رائع. هنا كتشاهدوا معايا البالكون ديال الكوزينه اللي فيه لانستالاسيون ديال الشوفو وكذلك حتى لانستالاسيون ديال الماكينه على برا. تشوفوا هذا المنظر الجميل اللي كتواجد فيه لاكويزين، خصوصا بهذا النوعيه الجميله ديال ام دي اف بهذا اللون الابيض وكذلك هذا اللون الرمادي، جاي جميل، جاي اسورتي مع الرخام. وغادي تشاهدوا معايا كذلك كاين الحمام، الحمام الاول اللي كيتواجد في هذه الشقه اللي فيه حتى هو سانيتر من نوعيه جميله اللي هي روكا، فيه فاسك بالمرايه ديالو، كذلك فيه الاخوان طواليت، وفيه كاين الدوش اللي حتى هو بجاج، وكاينه دكانه من فوق الحمام اللي واخده المساحه ديال الحمام كامله. اخواني اخواتي كيف ما قلت لكم هذه طريق إيموزر، جميع المرافق اللي كيطلبها الانسان كتواجد في هذه الشقه هذه في هذا الحي هذا. وغادي ندخلوا ان شاء الله مباشره باش تشاهدوا معايا ثلاثه ديال الغرف. الغرفه الاولى اللي غتشوفوها بمجرد اننا كندخلوا الشميشه والتهويه داخل القلب هذه الشقه هذه، تشاهدوا معايا الاخوان. كوليس ومازال عاد ان شاء الله غادي يتفيرنا وغيبان عاوتاني لوغو ديالو جميل، عاطي اشراقه جميله للغرفه. فيها ثلاثه ديال الغرف، جوج ديال لي فاساد، جوج ديال الحمامات وصالون وسيجور وكذلك الفينيسيو كتشوفوه بعينيكم. هنا اخواني اخواتي غتشاهدوا معايا البيت الثالث او الغرفه الثالثه اللي كتواجد فيها جوج ديال الشبابك وكذلك حتى هي البالكون. لي بالكون كيعطيو منظر جميل للشقه وكذلك كذلك كيدخلوا الشميشه والتهويه، وكامله بالالومنيوم النوعيه الرفيعه وكذلك الجاج والانوكس اللي كيتواجد في هذه الشقه كامله، بالاضافه للرخام اللي عاطي جماليه جميله لهذه الشقه. اخواني اخواتي شاهدتوا معايا جوج ديال الغرف، الان غادي تشاهدوا معايا الغرفه ثالثة ديال لي بارو اللي بمجرد اننا كندخلوا مباشره هي كتشوفوا المساحه ديالها الكبيره وكذلك هذا الديزاين الجميل اللي كيتواجد في السقف، وفيها الحمام وفيها البالكون اللي كبير، وكذلك جايه هكذا بهذا الديكور، جايه ستيل واحد يعني صف واحد ديال الحمام وديال البلاكار. البلاكار اللي واخد مساحه كبيره كتشوفوها معايا، يعني البلاكار كبير الانسان يحط فيه الاغراض ديالو.
كتشوفوا معايا البلاصه ديال التعلاق والنوعيه جميله ديال الخشب اللي هي كيف ما قلت لكم الشين. كتشوفوا البلاكار واخد من الحيط حتى الحيط. وعاد الاخوان كاين الحمام اللي كتشوفوا حتى هو كبيبر في قلب بيت النعاس اللي فيه حتى هو الفاسك، وكذلك فيه الدوش وكذلك فيه الطواليت. هاد الشقة الله يعطيهم الصحة، وكذلك الله يعطي الصحة لصاحب هاد الموبل اللي ما بخل على حتى شي حاجة، دارها بحال اللي غيسكن هو فيها. كيقول لك رحم الله من عمل عملا فأتقنه. تبارك الله ما شاء الله عليه. شتو إخواني أخواتي هاد البيت الثالث، يعني جاية في صالة مزيونة، جاية ثلاثة ديال الغرف جهة، وجاية في الدخيلة ديال الباب، جاية إخواني أخواتي جاية الصالونات، وكذلك جاية الكوزينه. كيف ما قلت لكم خوتي انها كاينين ثلاثه ديال لي زابارتومون اللي كتواجد في النيفو. كاين لاسانسور من نوعيه هي جميله ديال الالمان، كاينه شقه اللي فيها 117، وكاينه الشقه اللي فيها 127، والشقه اللي فيها 128. نفس الفصاله، نفس الفينيسيو، يعني نفس الديزاين، غير سميتو اللي كتختلف بالنسبة للمساحة اللي كتختلف، وكذلك الواجهة. يعني هذيك اللي صورت لكم دابا فيها جوج واجهات، أما هذه فيها واجهة واحدة. والاختلاف يعني في الفصالة خوتي، اللي هذيك جاية دخيلة الباب كنلقاو الكوزينة، وهذه كنلقاو الغرف متفرقين بعضياتهم. كل واحد إخواني أخواتي اللي يعشق أي وحدة، يعني فصالة رسالة عبر الواتساب، وحنا ان شاء الله بحول الله نحدو معاه المكان والزمان باذن الله. بالنسبه لهاد الشقق اللي متواجدين في طريق إيموزار، اخواني اخواتي الثمن ديالهم 7200 درهم المتر، يعني كل متر ضربناه في هاد الثمن غادي يخرج لنا العدد. بالنسبه لهاد لابارتومون اللي شاهدتو معايا دو فاصاد، كتجي 7200، يعني 92 مليون قابله نوعا ما للتفاوض. اخواني اخواتي دائما ابارتومون تتفاجئكم بالجديد والجميل، وكنتمنى انها ما تبخلوش عليها بالتعاليق ديالكم الجميله اللي دائما منوره هاد القناه. اخواني اخواتي من هاد الشقق الرفيعين، وكذلك من هاد الشقق اللي تيتواجدوا في طريق إيموزار، كنقول لكم حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.